والآن نأتي إلى جولة في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب على قطاع غزة في يومها 58 بعد 100. نستهل الجولة من مجلة بوليتيكو التي نشرت تقريرا تحت عنوان بايدن يفكر في وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل. ووفق المجلة، كشف مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في وضع شروط على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل في حال مضت قدما لشن هجوم بري على مدينة رفح جنوبي القطاع. وترى المجلة أن انفتاح بايدن على هذه الخطوة يعكس التوترات الشديدة في علاقته مع نتنياهو التي برزت أكثر مؤخرا في تصريحات لهما. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه نتنياهو رفضا إسرائيليا حادا، حيث يتظاهر الإسرائيليون بشكل شبه يومي ضده وضد حكومته مطالبين بإسقاطها وإجراء انتخابات مبكرة. وقالت المجلة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن بايدن يحاول تكثيف ضغوطه على إسرائيل لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة والحد من شدة الهجمات العسكرية، لكنه لم يصل إلى حد قطع شحنات الأسلحة إليها. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا تحت عنوان وكالات والاستخبارات الأمريكية تقول إن قيادة نتنياهو في خطر. وذكرت الصحيفة أن تقييما جديدا للاستخبارات الأمريكية يشير إلى أن بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه قد يكون معرضا للخطر. ونقلت عن مدير وكالة المخابرات المركزية قوله إن صفقة المحتجزين هي الطريقة الأكثر عملية لوقف الحرب في غزة على الأقل مؤقتا. وبحسب الصحيفة يشير التقييم الجديد، وهو جزء من تقرير مؤلف من 40 صفحة، إلى تغير حاد في الرأي العام ضد نتنياهو في إسرائيل، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة النطاق تطالب برحيله، بينما يظل نتنياهو مصرا على تجنب إجراء انتخابات مبكرة. ووفق محللين فإنه حال أجريت الانتخابات الآن فاستطلاعات الرأي تشير إلى أن غانتس سيهزم بسهولة حزب الليكود وسيعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية. نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل تقريرا تحت عنوان الاستخبارات الأمريكية تقول إن إسرائيل ستواجه مقاومة متواصلة من حماس خلال السنوات القادمة. وقالت الصحيفة إن وكالة الاستخبارات الأمريكية حذرت في تقرير لها من استمرار المقاومة المسلحة لإرسال لإسرائيل من قبل حركة حماس لسنوات قادمة، ومن خطر اتساع رقعة الصراع الإقليمي جراء الحرب في قطاع غزة. وأضافت الصحيفة أن التقييم أشار أيضا إلى أن إسرائيل ستواجه صعوبة في القضاء على حماس، وأنها ستعاني من أجل تحييد البنية التحتية التي شيدتها حماس تحت الأرض. وفي سياق متصل أشار رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن سلوك نتنياهو في الصراع يمكن أن يهدد بتقويض الدعم المستمر لإسرائيل، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة. للمزيد ينضم إلينا من بيروت أمين قموري الكاتب الصحفي. سيد أمين، أهلا بك معنا على شاشة الغد. نعلم بأن هناك خلافات مع الحكومة الإسرائيلية، لكن هل تصل إلى اتخاذ الإدارة الأمريكية قرار بتقييد صفقات الأسلحة مع إسرائيل؟ يعني منذ فترة يفكر بايدن أنه يريد أن يفعل ذلك، لكنه يفكر ولا يفعل. يعني دمر قطاع غزة، حدث ما حدث في خان يونس في غزة، في مستشفى الشفاء أكثر من 32 ألف قتيل، آلاف المفقودين، الجوع ينهش غزة. وحتى هذه اللحظة لم يتخذ بايدن أي قرار، ولا يزال هناك يعني حيرة في معرفة ماذا يريد بالحقيقة. يعني من جهة هو يسمح لإسرائيل بوصول الأسلحة المضادة للصواريخ وللقذائف
من الخارج، لكنه لا يفعل أي من ما من شأنه بتهديد إسرائيل تهديدا فعليا. نسمعه يقول أنه يرفض الحرب على رفح وسقوط المزيد من المدنيين، لكنه في الحقيقة لم يقم بأي إجراء. باستطاعة الولايات المتحدة التي تمد إسرائيل بكل أنواع الأسلحة وبالذخائر التي فتحت كل مخازنها في أوروبا وفي أمريكا نفسها من أجل إعطاء إسرائيل ما تريده من سلاح نوعي ومتطور، لكن حتى هذه اللحظة لم نرى إجراء واحدا يوقف حملة الإبادة التي تقوم بها، يوقف إجرامها أو يهدد بفعليا بقطع مساعدات ولو جزئيا عنها. المقياس هو متى سيفعل ذلك؟ هل ينتظر للنهاية؟ الرئيس الأمريكي الذي قبل أيام قليلة في خطاب حالة الاتحاد كان يتفاخر ويؤكد بأنه الرئيس الأكثر تأييدا لإسرائيل في أمريكا، هل تعتقد بأنه سوف يتخذ إجراء؟ هذا ما أقولها تماما. هل تعتقد بأنه سوف يتخذ إجراء ضد إسرائيل حتى ولو بعد حين؟ هو الذي قال بنفسه أنه لو لم يكن هناك إسرائيل لوجب علينا قيام مثل هذه الدولة. الدور الذي تقوم به إسرائيل متعلق كثيرا بالسياسة الأمريكية، يعني جزء من أهداف إسرائيل هو تنفيذ المصالح الأمريكية الكبرى في هذه المنطقة بالوكالة عن واشنطن نفسها، فبالتالي هو يهدد، لكنه قلت لك لم يفعل ولن يفعل بتقديري. لو كان يريد أن يفعل لكان فعل ذلك طوال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، يعني طيب مدام الأمر يكاد يمر خمسة شهور على المذبحة الجارية. طالما الأمر كذلك، ما الغرض من إطلاق بايدن كل هذه الانتقادات العلنية والمتزايدة في حدتها وصرامتها ضد الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو تحديدا؟ أعتقد أن هناك ثلاثة مسائل يعني مهمة. أولا يعني هو في موسم انتخابي مهم جدا، يعني لديه منافس حظوظه كبيرة بالعودة إلى البيت الأبيض، أقصد أعني بذلك ترامب، فبالتالي هناك أيضا ولايات للصوت العربي والصوت المسلم تأثير كبير فيها، مثلا ميشيغان أو غيرها من الولايات، وخصوصا في الولايات المتأرجحة، وهناك تهديد فعلا من أبناء الجاليات العربية والإسلامية بأن لا تعطي صوتها لبايدن، فهو يأخذ الجانب الانتخابي بعين الاعتبار، يعني هذا من 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 جهة. طبعا بالنسبة لنتنياهو أيضا بعدما أدينت إسرائيل بمحكمة العدل الدولية بعد الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا، بعد الدعاوى التي تكثر في أي أكثر من مكان، هو يخشى من أن يصل الدور إلى الولايات المتحدة نفسها، كونها داعم أساسي لإسرائيل، كونها المقدم للسلاح، كونها الطرف الذي يوفر الغطاء السياسي، وبالتالي هي شريك في الجريمة ويمكن أن تطال أيضا في هذا الموضوع. المسألة الثالثة وأعتقد أنها شديدة أهمية هي رسالة إلى الدول العربية التي يسميها معتدلة بأننا لسنا مع إسرائيل في كل ما نفعله، لكن في الحقيقة حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية هي التي أعطت الضوء الأخضر لهذا الهجوم الكاسح على غزة، لهذه الجريمة التي مقامة، وهي لم تفعل أي ما من شأنه أن يوقف هذه المذبحة، بدليل أنه حتى هذه اللحظة تقف في وجه الإجماع العالمي في مجلس الأمن وترفض أي قرار بوقف إطلاق النار. يعني حتى اليوم المساعدات الغذائية التي ترسلها إلى غزة دونها علامات استفهام كثيرة، هي استعراضية أكثر مما هي فعلية. طيب، لو كانت فعلا تريد إيصال الغذاء لغزة لكانت اختارت طريق آخر غير الطريق البحري الطويل والمعقد لك، غير الإنزال الجوي الذي يذهب نصفه في البحر. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت التقرير الصادر عن وكالة الاستخبارات الأمريكية والذي تقول فيه بأن قيادة نتنياهو في خطر، بمعنى أنها في خطر سياسيا، لكن نتنياهو من جانبه يقول بأن أغلب مواطني إسرائيل يؤيدون موقفه خصوصا باتجاه نهجه في هذه الحرب. فيما يتعلق بمواصلة الحرب على غزة، أعتقد أن القسم الأكبر من الإسرائيليين يؤيدون ذلك، لكنهم لا يتفقون مع نهج نتنياهو. هناك تظاهرات ضد نتنياهو، استطلاعات الرأي الأخيرة
أظهرت للمرة الأولى في تاريخ تكتل الليكود أن حظوظه في أي انتخابات تجري حاليا لا تتجاوز 17 مقعد، وهذه نكسة انتخابية كبيرة له، في حين أن منافسه الأساسي لنتنياهو جانت يبدو أن لديه حظوظ أكبر بكثير، إذ قد يحصل على 37 مقعد. لكن حتى هذه اللحظة لا يزال نتنياهو ممسكا بأطراف اللعبة الداخلية الإسرائيلية، لا يزال يملك ائتلاف حكومي مرتاح نسبيا. المسألة الأساسية هي تكتل الليكود، كيف سيتصرف تكتل الليكود في ظل الانقسام الداخلي فيما يتعلق بصفقة الأسرى، ليس في الموقف من الحرب. اليوم هناك مواقف عدة بالعلاقة مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية لاعب أساسي في اللعبة الداخلية الإسرائيلية، لديها تأثير كبير، ولديها أيضا شخصيات مهمة في الداخل الإسرائيلي. إذا وصل الخلاف إلى حد بات من الضروري أن تغير الولايات المتحدة القيادة الإسرائيلية من أجل ما تعتبره المصلحة المطلقة لإسرائيل، عندها ربما قد نجد تحرك في ليكود من شأنه إجراء تغيير حكومي. طيب. لكن قبل ذلك وقبل إجراء انتخابات للكنيست، لا أعتقد أن نتنياهو ذاهب إلى البيت. لا يزال من كثيرا ما يتم الحديث عن كل ما كثيرا ما يتم الحديث عن حظوظ جانس المرتفعة، لكن ما أفضل ما يمكن التوصل إليه مع جانس في حال كان رئيسا للحكومة بالفعل مكان نتنياهو، إن كان هو بذاته يتفق مع نتنياهو في استمرار الحرب حتى القضاء على حماس، بما يختلف عن نتنياهو في هذه الحالة؟ طبعا صهاينة ومتشددين الاثنين سواسية يعني في هذا الموضوع، لا فرق فعلا بين ما يقوله جانس وبين ما يقوله نتنياهو، سوى في الإداء وبطريقة التصرف، سوى بالعلاقة مع أمريكا، ربما يكون يعني أشد ليونة في بعض المسائل، لكن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أعتقد أن جانس أيضا إذا كان يريد دولة فلسطينية يريد هذه الدولة خارج الأراضي الفلسطينية وليس في الضفة وفي قطاع غزة، هو شريك أساسي في اللعبة الجارية في غزة، هو قاد حروب في السابق ضد غزة، وهو يدرك تماما أن أي وضع مختلف للفلسطينيين في الضفة من شأنه أن يقلب الأوضاع رأسا على عقب في إسرائيل. عقب أخير لدولة الكيان هو الضفة الغربية. أعتقد في هذا المجال كل القيادة الإسرائيلية متفقة بأن أي دولة فلسطينية كاملة الأوصاف على الأراضي الفلسطينية ولا سيما في الضفة هذا خطر كبير على إسرائيل، يعني قد يتميزون ببعض الكلمات لكنهم في الجوهر هما واحد. نعم، فيما يتعلق بما نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل تحت عنوان الاستخبارات الأمريكية تقول إن إسرائيل ستواجه مقاومة متواصلة من حماس خلال السنوات القادمة، هل هذه شهادة من الاستخبارات الأمريكية بأن أهداف الحرب الإسرائيلية فاشلة من الآن بالقضاء على حماس؟ بعد الذي حصل من مأساة في أشداخل الفلسطيني، بعد ما حصل من مصادرة للحياة، أعتقد أنه لو بقي غزي واحد في القطاع سيظل يقاوم. المعادلة واضحة، بقاء الاحتلال يعني استمرار المقاومة، إذا لم يكن هناك حماس أعتقد أنه ستخرج مقاومة أشد بأسا من حماس نفسها. كل التجارب التي تقول في العالم أن لا يمكن في ظل وجود احتلال منع المقاومة أو إنهائها. طبعا فيما يتعلق بحماس الحالية يعني وبما بتنا نعرفه أو نسمع عنه عن القطاع، يعني شبكة الأنفاق، القدرة، الصمود الاستثنائي للغزيين، كلها علامات تشير إلى أن مهمة الجيش الإسرائيلي لن تكون سهلة أبدا أبدا في 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 القطاع نفسه. حتى اليوم هناك مقاومة حتى في شمال غزة التي قالت إسرائيل أنها سيطرت عليها بالكامل. نسمع عن عمليات في مناطق قالت إسرائيل أنها يعني أخلتها من قيادات حماس. المقاومة لا تزال مستمرة في خان يونس، مئات عشرات الآلاف من الغزيين لا يزالون مستعدين للقتال ويظهرون مظاهر الصمود الاستثنائية. فكلها عوامل تشير إلى أن هذه الحرب لن تنتهي لا اليوم ولا غدا، هذه حرب طويلة، إما أن ينتصر الشعب الفلسطيني ويسترد كل حقوقه، وأما يعني على العالم هناك سؤال آخر وأخطر بكثير. يعني ابقى معنا لو سمحت سيد قموري، نعود إليك في سياق هذه الفقرة. نشرت صحيفة الجارديان تقريرا تحت عنوان أول سفينة تحمل مساعدات لغزة تنطلق من قبرص،
وقالت الصحيفة إن السفينة كانت راسية في قبرص منذ ما يقرب من شهر، وأبحرت أخيرا إلى غزة حاملة ما يقرب من 200 طن من المساعدات. وذكرت الصحيفة أن سفينة الإنقاذ Open Arms أو الأذرع المفتوحة شوهدت وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص، وأن المهمة تم تنظيمها من قبل منظمة خيرية مقرها الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة أن الشحنة تمثل اختبارا لفتح ممر بحري لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة الذي ينتشر فيه الجوع بعد 5 أشهر من اندلاع الحرب، وأن الشحنات ستخضع لتفتيش أمني في قبرص لمنع التأخير المحتمل في تسليم المساعدات. نشرت صحيفة هآرتس مقالا للكاتب يوسي ميلمان تحت عنوان هل يمكن أن تتحول العمليات العسكرية في غزة إلى حرب لا نهاية لها؟ وقال الكاتب إن العمليات العسكرية الإسرائيلية لغزة يمكن أن تتحول إلى حرب بلا نهاية في الأفق ودون أن تتمكن إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق تسوية لإنهائها، مضيفا أن إسرائيل تصر على تحقيق نصر مزعوم دون تفسير ما يمكن اعتباره انتصارا وكيف سيتم تحقيقه. وأوضح الكاتب أن الجيش الإسرائيلي محاصر في غزة بسبب غياب تعليمات واضحة من القيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بخطة واستراتيجية إنهاء الحرب التي يرفض نتنياهو إعدادها لاعتبارات شخصية وسياسية فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة والتي يدرك المجلس الوزاري مدى خطورتها. وألمح الكاتب إلى أن بيني غانتس وغادي أيزنكوت هما جزء من حكومة الحرب الإسرائيلية، لذلك فهما شريكان أيضا في الكارثة على الأصعد كافة والتي تضعف إسرائيل في الداخل والخارج وتهدد بعزلها دوليا وتحولها إلى دولة منبوذة. أعود مجددا إلى ضيفي من بيروت أمين قموريا الكاتب الصحفي. سيد أمين، ما رأيك، هل سوف تنجح التجربة الأولى بإرسال أول سفينة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة بحرا؟ 100 أو 200 طن من المساعدات لا أعتقد أنهم يحلون المشكلة، يعني 5 أشهر من الحصار الكامل ومن عملية التجويع ومن دمار كل أبسط مقومات الحياة. أعتقد أنه كان يجب التفكير بطريقة أخرى لو كان هناك إنسانية في هذا العالم، سفينتين ثلاثة طبعا لا تحل أبدا المشكلة. يجب أن تفتح الطرق البرية، يجب أن تصل المساعدات إلى مستحقيها فورا ومن دون أي عوائق. يعني كل ما تفعله إسرائيل هي ما لم تستطع أن تفعله في العمل العسكري عسكريا تحاول أن تفعله بكسر صمود الغزيين بالتجويع وبالتعطيش وبالمرض. هناك علامات استفهام كثيرة حول هذه المهمة عن لدى بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة لغيرهم. اليوم مسألة قيام ميناء حول غزة يطرح علامات استفهام كثيرة، لماذا لا تصل السفن مباشرة إلى غزة وتسلم تفرغ بضاعتها عبر سفن صغيرة؟ لماذا إقامة هذا الميناء الاصطناعي في بحر غزة الذي نعرف كلنا أن هناك أطماع إسرائيلية وأمريكية كبيرة في غزة؟ هو قريب لمصر، هو قريب من لبنان، هو في عمق البحر، في عمق شرق البحر المتوسط. فكلها أسئلة من دون أجوبة. العمل الفعال والحقيقي يكون بفتح المعابر الأساسية والسماح بإدخال المساعدات لغزة. طيب. وقبل كل ذلك وقف الحرب، وقف الحرب. لو كان هناك إنسانية حقيقية كان يجب أن تطالب بوقف الحرب، لأنها لم تعد مجرد حرب عسكرية، صارت حرب عبثية، صارت حرب إبادة جماعية لشعب بأكمله. نعم، لكن سيد قموريا، إن كان هناك مؤامرة بالفعل وراء إنشاء هذا الميناء أو الرصيف المؤقت مثل ما يقال، يعني كيف يجب التعامل مع الموضوع من الآن، خصوصا وأن أهالي القطاع هم في أمس الحاجة حتى ولو لكيس دقيق واحد؟ يمكن للسفن أن تصل إلى مياه الإقليمية لغزة، ويمكن من خلال السفن إنزال المساعدات مباشرة عبر قوارب صغيرة إذا كان الأمريكيين لا يريدون الاقتراب. يمكن فتح الطريق البري، لذلك السؤال لماذا عبر الطريق البحري فقط وبهذه الطريقة أو عبر الإنزال الجوي؟ وكلنا نعرف ماذا يحصل عبر الإنزال الجوي. هل الهدف من وراء ذلك تسليمها لفئة محددة من الغزيين أو لطرف معين من أجل إحداث انقسام فلسطيني أكبر من الانقسام الموجود حاليا؟
طبعا يجب وصول المساعدات، لكن هناك 100,000 وسيلة لوصول المساعدات. في مطلق الأحوال سننتظر لنرى، يعني هذا الشهر الخامس واليوم بدأنا نفكر بإيصال المساعدات، كان يجب أن يكون ذلك قبل أشهر من الآن. لكن ما هي كمية التي ستدخل؟ كيف سيكون إدخالها؟ لمن ستسلم؟ كيف ستعطى؟ علينا الانتظار فعلا لنعرف الاتجاه الفعلي، هل هو اتجاه إنساني أم اتجاه نحو بين متزوجين مؤامرة سياسية جديدة تحاك على الشعب. بالحديث عن لمن سوف تسلم المساعدات، كنت أقرأ قبل يومين في الصحف الإسرائيلية، كان هناك رأي غريب جدا أريد أن أشاطرك إياه. كان هناك مقترح قيل بأنه موجود على طاولة الحكومة الإسرائيلية على مكتب بنيامين نتنياهو، بحيث تدخل إسرائيل مساعدات غذائية إلى شمال القطاع تحديدا، وتسلح عدد من الفلسطينيين لم تحدد من هم، وأن يقوموا هم بحماية تلك المساعدات، لأن إسرائيل تقول أي مساعدات تدخل يتم الاستيلاء عليها من قبل مسلحي حماس. خطورة هذه المسألة أن تسلح إسرائيل أطراف، ولا أعرف حتى نجاح هذه المسألة بالأساس من عدمها. طبعا طبعا هذا هو الهدف الأساسي لخلق مشكلة فلسطينية جديدة، يعني إعطاء من يسلم المساعدات سيكون لديه سطوة، سيكون لديه قرار، فكيف إذا كان مدعوم أمريكيا وإسرائيليا ومعه السلاح؟ فعلا هذا الهدف، بدلا من أن يكون القتل على يد الإسرائيليين يتحول إلى اقتتال فلسطيني فلسطيني. طبعا هذا الهدف وراء ذلك، وقد سمعنا في الأمس بيان للعشائر الفلسطينية التي ترفض مثل هذا الانقسام، ترفض أحد من أبنائها أن يقوم بهذه المهمة. أعتقد أن الشعب الفلسطيني واعي، لا يريد أن يكرر مرة أخرى تجربة روابط القرى، لا يريد أن يكرر تجارب سبق للانتداب البريطاني أن فعلها وسبق لإسرائيل أن فعلتها، ولم يكن من شأنها إلا تعميق الخلافات وإضعاف الوحدة الفلسطينية. من يستطيع القيام بذلك الممثلين الحقيقيين للشعب الفلسطيني، هم يعرفون تماما لمن يجب أن تكون المساعدات، ليس بالضرورة لحماس، لكن هناك شخصيات فلسطينية محترمة جدا ومن داخل القطاع، وهناك أسماء لا لبس في هويتها الوطنية أو في انتمائها الوطني أو أن تكون أو لديها نية للإفادة. طبعا في غزة ناس طيبين، ناس جيدين، لكن هل فعلا سيصار إلى تسليم هؤلاء هذه المهمة؟ أشك في ذلك، لأن من وراء ذلك ألف حساب وألف سؤال. نأتي إلى مقالة صحيفة هآرس الإسرائيلية، والذي يشبه إلى حد ما مقال صحيفة تايمز أوف إسرائيل الذي أذعناه قبل لحظات قليلة. مسألة هل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سوف تستمر إلى ما لا نهاية؟ لأنه حتى الاستخبارات الأمريكية بحسب التايمز أوف إسرائيل مقاومة حماس سوف تستمر لسنوات طويلة. باعتقادي طالما لم يستطيع الطفل الفلسطيني أن ينام هادئا، طالما الفلسطيني محروم من حقوقه، هذه الحرب ستستمر بأي بأشكال مختلفة. لكن حتى هذه الحرب التي نراها اليوم على الأرض الغزية هي مرشحة للتفاقم طبعا، يعني ما يجري اليوم في الضفة قد يكون، ولا سيما في شهر رمضان، قد يكون صدى لما قد يجري في غزة. الجبهة اللبنانية أيضا اليوم في حموتها المطلقة، وقد تتحول إلى حرب مفتوحة. ما يجري في اليمن، ما يجري في أكثر من جبهة، احتمال توسع الحرب، هذا احتمال موجود. احتمال توسع الأرض على الأرض الفلسطينية محتمل جدا جدا، يعني في ظلم تفعله إسرائيل في القدس وفي المسجد الأقصى وفي كل أنحاء الضفة وفي الغور. طبعا هذا الاحتمال قائم وهذا الاحتمال موجود، وهناك تحسف فعلا لما هو أكبر بكثير مما حصل في غزة. لكن لماذا في رأيك يعتقد نتنياهو بأنه بدخول رفح سوف يحقق هذا النصر الكامل الذي يتحدث عنه وسوف ينهي الحرب؟ نتنياهو يبحث عن شيء ليقول أنه استطاع النجاح. حتى الآن كل أهداف الحرب التي وضعها أمامه لم يحقق أي منها، لم يستعد أسير واحد بالعملية العسكرية، لم يكسر مقاومة الغزيين، بعد 5 أشهر القتال لا يزال مستمرا، لا يستطيع أي من المستوطنين في غلاف غزة العودة إلى منزله، ولن يعود قبل أن تنتهي الأمور في غزة. فبالتالي ماذا سيقول للإسرائيليين؟ هو كان لأنه يواجه مشكلة شخصية، لأنه يواجه مشكلة في مصيره السياسي، يريد
أن يقول للإسرائيليين أنه هو المنقذ وبالتالي يحمي نفسه من قضبان السجن. فاختلط الأمر بين ما هو شخصي وبين ما هو سياسي. يتصرف نتنياهو بهذه الطريقة، ويبدو أنه إذا كان عاجزا فعلا عن تحقيق شيء في غزة أن ينقل المعركة إلى مكان آخر، وهذا احتمال وارد لأن تهديداته للبنان، تهديداته للضفة لا تخرج عن هذا السياق. من بيروت أمين قاموري الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.